صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جه ميعادنا مع نشرة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافي على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وتقريبا بقالنا فترة بنعيش كل الفصول الجوية أو الأربع فصول بنعيشها على مدار اليوم الواحد. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر اللي ممكن نتعرض لها النهاردة. هو طبعا طبيعة فصل الربيع التباين الكبير في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل أو في الأسبوع الواحد، لأنه هو دايما فصل معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة والتغير السريع في خرائط الطقس. يمكن اليوم متوقع ان احنا نحس بارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه، يعني النهارده العظمى على القاهره الكبرى هترتفع عن الامس بمعدل من درجتين لثلاث درجات، ومتوقع ان هي تكون 32 درجه مئويه، ده عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار. المناطق الجنوبيه هتكون ما بين 35 36 درجه مئويه، فبالتالي طقس فتره النهار هيكون فيه زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض الاماكن كمان من جنوب سيناء، اجواء دافيه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لان طبعا قيم درجات الحراره في المناطق الساحليه بتكون اقل من القاهره الكبرى، واجواء شديده الحراره على جنوب الصعيد، ده بيكون فتره النهار وخاصه بيكون في فتره الظهيره مع شده الاشعه الشمسي. فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل هيكون في انخفاض طبعا في قيم درجات الحراره، وهنحس ببعض البروده فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر اللي هو وقت الفجر ووقت الصبح بدري، هنحس ان في بروده كده موجوده في الجو لان الاجواء لسه مائله للبروده في المحافظات الشماليه وبعض الاماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. المدن الجديده اجواء معتدله تماما في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات الليل. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح نحس بيه اكثر بعد فتره الظهيره مع دخولنا فتره المساء وايضا في فترات الليل. نشاط الرياح ده مش قوي، هو نشاط رياح نسبي غير مثير لاي رمال واتربه في بعض الاماكن من محافظات الوجه البحري شمال الصعيد جنوب سيناء. نشاط الرياح ده يساعد على تنقيص الاجواء بشكل كبير واحساسنا بالبروده فتره الليل، وايضا فتره الصباح الباكر خلال الساعات الماضيه تكونت شبوره مائيه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه خاصه المؤديه لبعض المناطق من السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء، لكن هي ما اثرتش تماما على حركه المرور وبدات التلاشي فور سطوع اشعه الشمس. ننوه بس مع حضراتكم ان اليوم هيكون في نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط، البحر المتوسط اليوم هيكون معتدل الى مضطرب، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 3 متر، فناخد بالنا بشكل كبير من التعمق داخل البحر المتوسط لان داخل عمق البحر المتوسط هيكون غير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن البحر الاحمر هيكون معتدل ومؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. الاجواء فيها استقرار نوعا ما وده مكمل معنا ان شاء الله لحد يوم الاثنين اللي جاي، لكن اعتبارا من يوم الثلاث اللي جاي هنبدا نتاثر بمنخفض جوي صحراوي وكتل هوائيه صحراويه، فبالتالي هيكون في ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. الارتفاعات دي هتكون بمعدل من 5 لـ6 درجات وده هيكون في معظم محافظات الجمهوريه. احنا متوقعين الارتفاع يبدا الثلاث ويستمر معانا لنهايه الاسبوع ليوم الخميس وتوصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 37 درجة مئوية، فبالتالي احنا مع نهاية الأسبوع هنحس بأجواء شديدة الحرارة فترة النهار وده هيكون في معظم المحافظات، وأجواء أيضا معتدلة فترة الليل، وطبعا الأتربة والرمال المثارة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية هيكون عندنا نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة مع يوم الثلاث وحتى يوم الخميس، فناخد بالنا بشكل كبير.
فمهم بس خلال ال 72 ساعه اللي جايه ناخد بالنا من نوعيه الملابس فتره الليل، لان احنا هنحس ببعض البروده فترات الليل. بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل، حتى لو انا ابتديت ملابس صيفيه فتره النهار يفضل بس فترات الليل تكون شتويه خفيفه او معانا جاكيت خفيف، قطعه ملابس اضافيه نرتديه واحنا خارجين فتره الليل او فتره الصباح الباكر. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه مع منتصف الاسبوع ناخد بالنا بشكل كبير ونرتدي الكمامات واحنا خارجين، ونتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان الربيع وارد جدا يحصل فيه تغير في التوزيعات الضغطيه او في التنبؤات الجويه. ده صحيح وممكن يبقى على مدار اليوم الواحد، لكن عايزه اسالك على بعض المحافظات اللي بتبقى ليها طبيعه جغرافيه مختلفه زي المحافظات الحدوديه، الحاله الجويه بتبقى مختلفه عن باقي المحافظات بشكل عامل ازاي؟ هو بالفعل يمكن خلينا نقول الاول المحافظات الجنوبيه بتبقى مختلفه تماما عن المحافظات الشماليه، خاصه في فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل، الفرق احيانا بيتجاوز ال 15 درجه مئويه، فدايما فتره النهار خاصه في محافظات الحدوديه من الجهه الجنوبيه في محافظات الصعيد هنلاقي عظمى فتره النهار 36 و37، فتره الليل هنلاقيها 20 درجه مئويه، فبالتالي فرق في قيم درجات الحراره كبير بين فتره النهار والليل. نسب الرطوبه بتكون منخفضه بشكل كبير في المحافظات الحدوديه الجنوبيه، لكن على العكس في المحافظات الساحليه، طبعا في المحافظات الساحليه من الجهه الغربيه بنلاقي الاجواء رباعيه تماما، درجات الحراره منخفضه خاصه ان هي مطله على البحر المتوسط، نسيم البر والبحر الاجواء هناك معتدله تماما فتره النهار، لكن لسه في بروده فترات الليل. فطبعا الطبيعه ما بين المحافظات الساحليه او المحافظات الحدوديه بتختلف دايما عن المحافظات الداخليه. طيب قولي لي في الاجواء اللي احنا بنشهدها اليومين دول، ايه احسن الاماكن اللي ممكن نزورها واحنا مرتاحين والجو يكون فيها لطيف؟ يعني احنا خلينا نقول الاماكن بالفعل المطله على البحر الاحمر اجواءها ممتعه تماما، فيها استقرار بشكل كبير في الاحوال الجويه، اذا كان شرم الشيخ والغردقه او اغلب المحافظات المطله على البحر الاحمر، لان درجات الحراره خلال فتره النهار تسمح ان احنا نستمتع بالاجواء وننزل البحر، فترات الليل ما فيهاش البروده الكبيره، اجواءها لطيفه ومعتدله تماما فترات الليل، فبالتالي طبعا اغلب المحافظات المطله على البحر الاحمر، لكن المحافظات الساحليه ايضا المطله على البحر المتوسط نقدر نستمتع فيها بالاجواء، لكن هنا هنخلي بالنا من بروده فتره الليل، لان فترات الليل لسه فيها بروده خاصه لو في نشاط لرياح يساعد بشكل كبير على احساسنا. اخيرا عاوزه منك نصايح تقدميها للناس في يعني الاجواء الربيعيه اللي احنا بنعيشها، خصوصا مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه. النصيحة المهمة لكل المواطنين ان احنا نتابع النشرة الجوية، متابعتي للنشرة الجوية بصورة يومية قبل ما اخرج من البيت هيخليني اتأقلم مع اي ظواهر جوية مختلفة، اذا كان ارتفاع في الحرارة فهيخليني اعرف نوعية الملابس ايه، هيخليني اعرف لو في اتربة ورمال مطر او حتى كمان تساقط الامطار، فالمتابعة الجيدة والمستمرة للنشرات الجوية بصورة يومية ده هيجنبني مخاطر كثيرة جدا. ثاني حاجة طبعا نوعية الملابس بقدر الامكان بلاش ننخدع بشكل كبير بالدفء، وطبعا الناس كلها مع فترة الظهيرة بتخفف الملابس وده طبعا هيكون حقهم، لكن فترات الليل نأكد على انه هيكون معانا بس جاكيت خفيف جدا لو احنا بنخرج فترة الليل او فترة الصباح الباكر، خاصة كمان الطلبة وهم رايحين المدارس فترة الصباح الباكر يفضل الملابس ما تكونش صيفية بشكل كامل، وطبعا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية احنا بنأكد عليهم تكون في كمامات واحنا خارجين عادة في فصل الربيع، وخاصة في الأيام اللي بيكون عليها أو فيها أتربة ورمال مطارة، أحيانا الأتربة والرمال المطارة كمان بتؤدي لتدهور وانعدام رؤية أفقية زي اللي حصل معانا يوم الأربع الماضي في المحافظات الحدودية في الصحراء الغربية وبعض الأماكن من مطروح والسلوم، فطبعا مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية مهم جدا تكون القيادة بهدوء تام وحذر شديد. نلتزم كمان بالتعليمات المرورية كلها علشان نحافظ على حياتنا وحياة الآخرين. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وعلى طول نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 32 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 33 17 واسكندرية 24 15، العلمين الجديدة 24 16، مطروح 22 15 ودمياط 26 17، بورسعيد 26 17، الإسماعيلية 32 19، السويس العظمى فيها 32 والصغرى 18، العريش 28 15 وكاترين 26 13، طابة 30 19 وحلايب 29 22، شلاتين 31 21، شرم الشيخ 32 21، الغردقة 34 22.
بني سويف 34/17، الوادي الجديد 34/17، وأسيوط 34/16، سوهاج 34/17، قنا 35/19، الأقصر 36/20، وأخيرا أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 21. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وعلى طول هنروح لجمانة وشاذلي نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لنا.